رجعنا مع حضراتكم مشاهدينا من جديد واخر فقره في حلقتنا النهارده. الحقيقه دايما بنسعى ان احنا نقدم لحضراتكم موضوعات زراعيه جديده، موضوعات تكون مختلفه تكون جميله. النهارده عايزين نتكلم عن عالم يعني تجفيف النباتات والاشجار، نتكلم عن تقزيم ايضا الاشجار، نعرف ايه هي اهم الاصناف اللي يمكن تجفيفها وايضا يمكن تقزيم هذه الاشجار. هنعرف ده النهارده من ضيفي العزيز اللي بيشرفنا في هذه الفقره، هو مهندس زكريا مرشدي طه، خبير تجفيف وتقزيم الاشجار. اهلا بحكي يا فندم، صباح الخير. اولا بشكر حضرتك على يعني الماتيريال الجميله حاجه بتهنا النهارده من النباتات المجففه اللي احنا شايفينها مع بعض، قد ايه مديانه طاقه ايجابيه جميله جدا. وانا من حسن حظي ان انا موجوده النهارده في الفقره دي عشان طبعا اكون مع حضرتك ونشوف مع بعض طبعا هذه الالوان الجميله من الاشجار. خلينا دكتور في البدايه نعرف من حضرتك ايه المقصود بتجفيف الاشجار. بص حضرتك، يعني هي الفكره جت اساسا لان في اماكن كتيره جدا الشجر الطبيعي في البيئه الطبيعيه بتاعته ما بيقدرش يعيش فيها، زي الاستوديو اللي احنا فيه هنا الاضاءه مش متوفره، في بنوك، في مستشفيات، فيما الى ذلك. فجت فكره التجفيف ان انا ازاي الشجره بالشكل الجمالي دوت احتفظ بيها لفترات كبيره جدا بنفس الشكل الجمالي بتاعها. فجت من هنا فكره ان انا اجفف الشجره بحيث لان وهي طبيعي مش هتعيش معايا في المكان دوت، فبالتالي اجففها. طب انا جففت، طب انا عملت جزء لكن ما عملتش كل. طب انا جففت الشجره ماشي هتعيش في الجو دوت، فكان لازم اضيف عليها اللمسه الجماليه اللي انا احط لها نفس التفاصيل بتاعتها في الطبيعه، هي نفس التفاصيل وهي مجففه، بان انا اروح ضيف لها ورد. الورد دوت بيكون صناعي، واخد بال حضرتك؟ بس بقى في ميزه ثانيه ان انا بضيف تعطير كمان للورد. فالورد بيبقى باين الشجره طبيعيه شكلها، طبعا تفاصيلها كلها جميله، ربنا هو اللي خالقها سبحانه وتعالى، لكن التطشات اللي بتحط لازم تكون مدروسه. يعني مش ورد وتلزيق وخلاص، لا، لازم الورده اللي تحت بتبقى كبيره، اللي فوق خالص بتبقى صغيره، فوق خالص في برعم. يعني لازم كل واحد معايش للطبيعه ودارسها كويس عشان يقدر يطبق النموذج. بالظبط كده، بالظبط كده. طب اعرف معاك برضو تاريخ او فكره التجفيف، يعني ظهرت امتى او بدات امتى؟ بص، هي الفكره الاساسيه في التقزيم. وتقزيم الاشجار ده يعني من الاف السنين كان موجود دوت في اليابان، واكتر ناس تخصص في الموضوع دوت اليابانيين اللي هم عملوا زهره او شجره الاناء اللي هي شجره الطبق، وسمى باسمهم اللي هو البونساي اللي هو الاسم المدروس. الكلام ده اللي قلته في حلقات، بس انا بقوله مره تانية للي هم ما شافوناش او ما سمعوناش قبل كده. البونزاي اللي هي الشجره المقزمه ديت بتبقى شجره بكامل التفاصيل بس بشكل مقزم، زي مثلا الشجره الصفراء ديت، زي الشجره الحمراء، زي الاشجار اللي موجوده حوالينا دي كلها. لما تبص للشجره حضرتك هتلاقي شجره فعلا شجيره بكامل التفاصيل بتاعتها، بس بنبتدي احنا نعملها بشكل مقزم عن طريق بقى طبعا طرق كتيره جدا، مثبطات نمو، قص جذور، قص براعم، لف سلوك زي كده. يعني شجره زي دي، عندي شجره مقزمه اهي، جذورها اهي، دي شجره مقزمه ياباني، واخد بال حضرتك؟ دي السلوك بتاعتها، السلوك النحاس ديت بيبتدي تتلف السلوك ديت زي ما حضرتك شايفه على الساق، وبياخد اتجاهات معينه. يعني اللي بيعمل شجر بونزاي دوت انسان فنان، بيبتدي يشكل الشجره بالشكل اللي هو شايفه يتناسب مع الطبيعه، وياخدها بقى يبقى اشكال مائله، اشكال مستقيمه. بالمناسبه البونزاي عندنا خمس انواع. في الشكل يعني عندي العمودي وشبه العمودي، وعندي المائل، وعندي المنحدر، وعندي المكتسح. يعني ايه الكلام ده؟ العمودي اللي هي الشجره اللي على فكره كل ده جاي من الطبيعه، يعني ما حدش جاب حاجه من عنده. الشجره العاديه بتشوف في الطبيعه، انت حضرتك شجره واقفه كده عموديه، وبتشوف شجره شبه مايله شويه، وبتشوف شجره مايله، مش كده برضك؟ في شجره بتبقى تلاقي منحدره، ديت ما بنشوفهاش كتير، لكن بنشوفها في ممكن في الغابات، بنشوفها في نتلاقي شجره جذرها فوق والمجموع الخضري بتاعها نازل لتحت، وديت من اجمل واحلى انواع الاشجار. ويمكن انا كان بس الفلاشه في جيبي نسيت اديها له فيها الاشكال ديت. واخده بال حضرتك؟ والشكل الثاني المكتسح، ان انت تحس ان الشجره واخدها الريح وماشيه في اتجاه معين. بيعملوها ازاي؟ نفس الفكره برضك بالسلوك ديت، انا ببتدي الف الشجره واخدها في اتجاه معين، كل الفروع تمشي في اتجاه معين، اتجاه واحد. من اجمل انواع الاصناف اللي بيبتدوا يشتغلوا عليها الازاليا اللي هي بتديني زهره جميله جدا. طبعا الجديد في الحلقه النهارده يعني
انا دايما كنت بجيب الشجر المجفف من الف لياء. انا الشجره مجففه، انا ابتديت ادخل التجفيف على الشجره الطبيعيه، يبقى شجره طبيعيه مجففه. جميل. فيها فروع طبيعيه وفيها جزء مجفف. الجديد خالص بقى اللي هو الشجره مجففه خالص وفيها جزء طبيعي. بس طبعا ما امكنش ان انا اجيب منها نموذج لان لسه يعني بقنن الموضوع. ف طبعا الورانا اللي جنب حضرتك الشجر ده السكورة ده مشهور جدا في اليابان، دي من اجمل الاشجار كمان والوانها هاديه جدا يعني. بص مش عايزه اقول لحضرتك ان الشجره دي مشهوره جدا جدا بره يعني. شجر الساكورا دوت يعني هم بيعملوا لها مواسم زي ما احنا كده في الربيع تيجي بنيجي نحتفل موسم الربيع، هم هناك بيحتفلوا بالشجره ديت. طبعا في اليابان الشجره ديت ليها 2000 سنه يعني، موجود 2000 سنه. طبعا عندي من الانواع ديت 600 صنف. في بتله واحده، في ثلاثه، في البتله الواحده بيطلع ثلاث وردات، اربع وردات، 10 وردات. يعني انواع كتير جدا بيستخدموها برضك، مش للزينه والديكور، وفي نفس الوقت بيستخدموها للاكل وللعلاج. تمام. الناس دي ما شاء الله يعني فانا استغلوا كل حاجه بشكل كويس. انا اتاثرت بيهم جدا، ولذلك انا ابتديت احاكيهم في الشغل. يعني انا كل شغلي بونزاي مجفف مقزم برضك، واخده بال حضرتك؟ بحاكي بيه الشجر الياباني. يعني مثلا دي الشجره اللي قدامي ديت مباشره، دي شجر بونزاي مصري. واخده بال حضرتك؟ جميله. ابتدينا خدت الشكل اللي انا عايزه والشكل الجمال اللي انا عايزه، ورحت مجفف. ابتديت ادخل اضاءه زي النموذج اللي جنب دوت في 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 البوت، بحيث النهارده الاماكن اللي هي فيها يعني، في ناس متخصصه قوي في الزراعه وعندها اماكن في شققها ما تعرفش تحط فيها حاجه لانها الزرع بيموت. فبيستعينوا بيا يعني. طب حلها ايه؟ وهم اساتذه يعني، واخده بال حضرتك؟ لكن لا، هي حلها عندي ان انا بقى اروح جايب لك الشجره تعجبك، بقصها بالشكل الجمالي اللي انا عايزه، طبعا يتناسب مع الطبيعه، مش حاجه شاذه. لاني انا لازم مذاكر طبيعه يعني. كويس قوي. فالنوع دوت من الزهره ديت بيركب على الورقه ديت، الشجره دي في الحقيقه شكلها عامل ازاي، البراعم بتاعتها ازاي، واخده بالك؟ لازم بكون متعايش مع الموضوع عشان اقدر اخرجه صح. هي دي يعني. مش صناعي بنسبه صناعي 100% وبعدين بخرج بقى من الشكل المقلوب بتاع الطبيعي. الميزه في القصه دي ايه؟ ان حاجه طبيعيه ربنا هو اللي خلقها، فبتريحك في النظر يعني. لما تيجي بتريح العين، بتريح النظر، وفي نفس الوقت انت حطيت عليها تطشات ظهر جمالها بالشكل الجمالي بتاعها اللي هو اللي هو اللي هو تناسب مع الطبيعه. وفي نفس الوقت في عطر، يمكن حضرتك مش عارف شم العطر ولا لا. فبيبقى في عطر انت بقى بتعطريه بالريحه اللي انت اللي صحيح. دي من الحاجات اللي الحلوه يعني. في ناس بتبقى يعني متمسكه بعطور معينه او روائح معينه بتحب تبقى تستنشقها طول ما هي قاعده. ولذلك انا بعمل ايه؟ يعني انا في بعض الاصناف، انا طبعا المفروض اللي انا بعمله بعطر الشجره، لا انا بقيتش اعمل كده. انا بقيت اعمل الشجره والعطر. حضرتك تحب ايه؟ انت بتحب الفل مثلا، حد تاني بيحب الورد، حد بيحب حاجه تانيه، ياسمين وما شابه. خلاص بتعطر الشجره. طبعا في تعتير دائم وفي تعطير مؤقت. التعطير الدائم اللي انا بعمله في الشجره ان بيجي في حته معينه وبيبقى في ثقب عميق فيها بيتملي بالعطر. واخده بال حضرتك؟ الشجره نفسها بتكتسبه وبتشربه مع الوقت. وطبعا الشجره فيها مسام، ده شيء طبيعي. بتبتدي تفوح الريحه ديت في المكان لفترات كبيره. يبقى انا ما بيجي عندي بيبقى حضرتك انت بس عارفه ان الشجره ديت هي اللي الجزء الصناعي فيها ايه والطبيعي فيها ايه. لكن اللي بيبقى جاي جست، جاي ضيف، هو شايفها طبيعيه. صحيح. طب دكتور، مده التجفيف بتبقى قد ايه؟ مده التجفيف بتاخد معايا من 6 شهور، التجفيف الصح. من 6 شهور لسنه. لسنه. ليه؟ حسب الطبيقه، وده برضك بيرجع للطريقه اللي انا بجفف بيها. يعني في طريقه افران، في طريقه الرمل اللي هي الدفن، وفي طريقه اللي هي التشميس. واخده بال حضرتك؟ وانا حاليا بتابع طريقه التشميس. لكن في حاجه مهمه جدا في القصه دي كلها. اللي هي المعالجه. يعني انا لازم عشان اطلع شجره تحطيها في المنزل عند حضرتك تقعد معاكي سنين، تقعد سنين فعلا، لازم اكون انا عامل فيها ان هي معالجه ضد الافات. صحيح. فالشجره تبقى ما تسويتش، تقعد معاكي ما يحصلهاش اي افات، بالعكس الحشره ما تجيش ناحيتها اصلا. يعني ناحيه الساق ديت ممكن تيجي تقف على الورده. لكن الساق نفسه ما يلمش حشره. ما دي بقى الحاجات اللي هي بتبقى ايه؟ يعني احنا بناخد العيوب بتاعت الطبيعي ان هي بتلم حشرات. بيبقى فيها نمل وما الى ممكن الجذر بيحصل له عمليه تعفن وما الى ذلك. لا انا في الشغل بقى دوت
تلاشينا كل العيوب دي كلها بشكل جميل بشكل منسق مستديم معايا. جميل. طب بالنسبه للمده ايضا اللازمه للتقزيم بياخد فتره قد ايه؟ التقزيم بص التقزيم انواع. في تقزيم عباره عن بذره بتتحط في اليابان بيهادوا بعض بيها يعني هديه غاليه قوي ان انا اجيب قيمه قوي ان انا اجيب بذره في علبه زي الهدايا كده اهوت زي كانه خاتم الماس بقدمها عباره عن بذره شجره وفيها بقى ازاي هم طبعا عارفين يعني طبعا. بس دوت يعني مثلا هو بيهديها لواحد مش عارف واحد مصري مثلا واحد ياباني بيهدي واحد مصري حاجه زي كده فبتبقى عباره عن بذره اللي بيقول لي بقى ازاي درجه الحراره درجه الرطوبه بتتحط ايه وبتسقي ايه دي ببداها من الاول. في حاجه تانية اللي انا بقص جزء من الشجره زي نظام التقليم يعني باجي للشجره جزء معين اروح اقصه وابتدي اشتغل عليه نظام اللي هو نظام التقزيم برضك. بعد ما باخد نمو معين بيبتدي يعمل عنده قيسات يعني انا باخد ميل انا بستخدم فيه السلك وميل بستخدم فيه البط نفسه يعني يعني بط بيبتدي البط المفروض ان انا بعمل كده اهوت بس ايه طبيعي الزهره بتطلع ازاي بتطلع كده صح كده. طيب هو يعمل القيسات بتاعته ازاي يعني ياخد الميل زي مثلا اللي في الشجره ديت هتلاقي كده في ميل او مكتون زهره في الشجره ديت الصفرة ديت هتلاقيها واخده كده قيسات في اللي هو بيجي بالسلك بردك وبيجي بان انا بخلي البط بالشكل دوت انا ما بخلي البط بالشكل دوت ايه اللي بيحصل هو بيطلع عكس الجاذبيه فتلاقي الساق راح طلع كده واخده بال حضرتك مثلا فتره 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور او سنه مثلا البط معوج بالشكل دوت وبياخد الغذاء بتاعه بيسقيه الشجره خدت الاتجاه اللي هو عكس الجاذبيه بيبتدي يعدل الشجره تاني فيروح البرعم اللي هو كان مايل كده يبتدي يطلع فوق كده وبعدين يروح خطه عكسه في الاتجاه العكسي يروح عامل معاه الاس. بصي عايزه صبر عايزه صبر جامد وعايزه فن وعايزه حب يعني الواحد لو مش حابب الموضوع دوت مش هيقدر يصبر عليه. بس هسال حضرتك الموضوع ده عايز برضو ان القائم بيه يكون عنده لمسه جماليه او حس فني اعتقد لو دي مش موجوده الموضوع هيفشل الدنيا مش هتمشي يعني الدراسه لوحدها مش هتكفي لازم الحس الفني. بص اقول لحضرتك حاجه وهي ثقافة على فكرة صحيح. هي ثقافة يعني ايه هي الموضوع لو مش حابب الموضوع اصلا وما عندوش الحس الفني طب الحس الفني ده بيجي منين بيجي او الموهبة تبقى موجودة لكن الموهبة لازم تغذية طبعا. التغذية بتيجي بقى ان الدولة نفسها في ثقافة شعب ان انا النهاردة بيبقى مثلا شايف شجرة موجودة في البيت دي بتاع جدي الشجرة ده عمرها مثلا 150 سنة ولا 160 سنة ده حقيقي الكلام اللي بقوله دوت 250 300 سنة 600 سنة ده بقول حضرتك في شجرة 2000 سنة موجودة في اليابان لغاية النهاردة من نوع الساكورا دوت اللي هي الشجرة ديت مش من نوع شجر مقزم شجر مقزم برضك بياخد نفس الأعمار ديت كل أنواع بالمناسبة يعني كل أنواع الأشجار تقزم يعني مش يعني مثلا في حد يقول لي صنف معين اللي انا بقزم لا كل الانواع بتقزم ممكن يتم تطبيق عليها لان زمان. هي طريقه يعني التقزيم هي مش شجره بطبيعتها بقت مقزمه لا هي طريقه تعامل مع الشجره ازاي انا بخلي الشجره بكامل التفاصيل 5 و6 و7 و10 متر ازاي اخليها مثلا في متر او في ما اقل من متر او اعلى او اقل واخده بال حضرتك بشكل مقزم اللي هي بقى طريقه اللي انا قلت لحضرتك اللي هي صنبطات نمو قص جذور قص براعم واخده بال حضرتك واللعب فيها في الاتجاهات زي ما انا عايز لان هي فن نحت في الشجر وفن تشكيل في الشجر. هل يا باشمهندس سهل تعلم الطريقه دي طريقه تكفيف وتقزيم الاشجار يعني لو حد مش دارس او مش متخصص ولكن حابب يشتغل في هذا المجال او يعمله كحاجه موهبه حتى لو أنا في البيت ده سهل حضرتك لسه قايله من شويه ان لو مفيش استعداد فطري لو مفيش الموهبة ديت وبغذيها انا مش يعني في حد ممكن بيتقال قدامه الحاجة معلومة مرة واحدة يكون هو اساسا لمست حاجة عنده او موهبة عنده او احساس عنده فطري خلاص انتهت عرف القصة ماشي ازاي وحد تاني ما استوعبهاش تماما ولا لفتت نظره يعني ما انا بقول لحضرتك حاجة ما احنا كنا مئات في وسط الزراعة ومحدش لفت نظر الموضوع دوت الا انا
يعني ده شيء من عند الله سبحانه وتعالى موهبه، لكن انا قعدت معين في فكره معينه، بصيت للشجره بشكل معين، ابتديت افكر طب ازاي، طب فين، طب ما اعرفش، ابتديت ادرس وابحث واخد بال حضرتك لغايه لما وصلت طيب انا هحتفظ بالشكل دوت، يبقى ازاي بقى التقليم هيجي، ازاي التجفيف هيجي، طب بره بيعملوا ايه، طب بره عملوا ايه في التخزين، ابتدت بقى القصه تمشي معايا بالشكل دوت. بالمناسبه للاسف احنا ما عندناش منتجين بونساي في مصر. معظمهم بيجيبوا الشغل البونساي بيجيبوه مستورد. لا انا، طب احنا ليه ليه نبقى مقلدين او نبقى مستوردين وليه ما نبقاش منتجين؟ لو الناس عندهم الامكانيات العاليه جدا ان هم يبقوا منتجين. لكن برضك حته اللي احنا بنقول عليها ديت، ان ما فيش حد بقى هيوجع دماغه وهيقعد ما اعرفش ايه والكلام. الناس دي وصلت تقنيه هناك ان في شجر البونزاي دوت يعني بيتغذى من الرطوبه، بيتغذى من غير جدر خالص، يعني شجره تلاقيها متعلقه واخده بالك وجدرها كده في الهواء وبتغذى من الرطوبه. انت فاهمه؟ وصلوا لكده، وصلوا ان هم طبعا وهم اول من عملوا الموضوع دوت، وان كان موجود دلوقتي اللي هو ان بتبقى شجره اصل واحد وفيها 3 4 5 انواع بالتطعيم. يعني مثلا الجهنميات هم عملوا الحاجات مكونات مقزمه، تلاقي الجهنميات مثلا بتبقى طالعه لون ديت مثلا فيها 5 6 7 الوان. واخده بالك؟ ناس بتفكر وبتبحث. احنا المفروض يعني احنا بدل ما بنستورد بالافات الدولارات احنا ليه ما ننتجش الحاجات زي دي؟ حتى لو على قد الامكانيات المتاحه عندنا ممكن ننتج. وبعدين احنا عندنا برضك حاجه بمناسبه البرنامج، يعني انا احب ان انا اقولها، احنا ما بنشجعش شغلنا. الصين عشان تبقى صين وبقت دلوقتي من اعظم الدول المنتجه، وانا رحت لفيت العالم على فكره بالمناسبه، يعني اتلاقيت منتجات الصين في كل حته. يعني حد يهديها بص ميد ان شاينا، يعني انا في امريكا ولا في شاينا، ما اعرفش يعني في فرنسا ولا في شاينا. انا انت واخد بال حضرتك نفس القصه كده. ليه الناس دي غزت العالم؟ لان بدايتهم ابتدوا ما بقوش يجيبوا حاجه من بره، بقوا يشجعوا المنتج بتاعه. المنتج في الاول رديء، ابتدى يتحسن، لغايه لما وصلوا للشكل دوت. يعني انا لما كنت في الصين شفت حاجات، وعلى فكره ناس بسيطه جدا عشان تبقى عارفه، بسيط جدا يعني. الشارع تبدأي من أوله بينتج المنتج، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية في البيت اللي بعديه، المرحلة الثالثة في البيت اللي بعديه، الفينش برودكت بتاخديه من آخر بيت. شوفي اللي بالنسبة للصناعات اليدوية اللي هي المنزلية، في ثقافة، في ناس بتهتم، في ناس خايفة على المكان. لكن للأسف احنا هنا يعني احنا بيبقى عندنا تشتت، ما فيش تنظيم، ما فيش تخطيط، ما فيش. الأساس بيجي من ايه؟ بالتعليم. صحيح. يعني احنا عندنا وزاره التربيه والتعليم المفروض بيبقى عليها دور كبير جدا جدا جدا. احنا النهارده بصراحه المنظومه، انا مش عايز بس اخش في يعني مش عايزين نخش في قصه التعليم، لانه احنا في مجالات كتير وقطاعات كتير دلوقتي الدوله بتسعى لتطويرها عشان نوصل للمرحله اللي حضرتك بتتكلم عليها. واحنا النهارده يعني تواجد حضرتك معانا عشان نوري الناس ان الفكر والدراسه والابداع واللمسه الفنيه ممكن تخلق عالم جميل من الاشجار، وزي ما حضرتك بتقول يعني الابداع ده جزء مهم جدا عشان نقدر نوصل للجزئيه دي، وكله مقتبس من الطبيعه، مش حاجه صناعيه. لا مش حاجه شاذه اصلا. صحيح. يعني حاجه ما هي ماشيه مع سيمتريه واحده. لكن هي زي ما قلت لحضرتك، هي ثقافه. لكن انا ببدا بيها من المرحله الاولى، بنميها في المرحله الثانيه اعدادي مثلا، براحيها في المرحله الابتدائيه، بنطلع للثانوي يبقى خلاص ده بقى. النهارده في اليابان انت بتيجي حضرتك طفل صغير بيحطوه في مكان، في غرفه فيها كل الاجهزه وكله، يقول له اخترع الجهاز. تلاقي العيب لسه طفل وبيختار ربوت. يعني انت فاهم ازاي حضرتك؟ كان في من بين الاشجار هنا بصراحه باشمهندس شجره لفتت نظري جدا بلونها، يعني لو الكاميرا تقدر تجيبها معانا، جميله جدا، لونها ازرق. يعني كلمنا عن الصنف ده، ايه اللون الفظيع اللي شايفاه ده ازاي؟ انا مش عارف لو الكاميرا هتجيبها او اطلعها على التيبل. هل دي في جزء منها طبيعي داخل مع جزء صناعي؟ الشجره الطبيعي، الشيب بتاع الشجره، جسم الشجره الطبيعي، البذر نفسه، الورق ده من نوع الهيدروجينيا الحقيقيه. موجوده بنفس الدرجه، سبحان الله. بص احنا بنحاول في كل القصه دي، هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا محاكاه لنوعيه الزهره بالظبط، يعني ايه للزهره الحقيقيه بالظبط. طبعا ما بنوصلش او ما وصلوش او ما وصلوش لدرجه الطبيعه، لان طبعا سبحان الخالق يعني طبعا يعني مهما كان في ابتكار او محاوله للاقتباس مش هنقدر نوصل لكن الشكل العام بيبقى جميل جدا، لدرجه انهم وصلوا عملوا ورده حضرتك بتعرق، يعني ليها ريحه وعرق، تيجي شويه حراره تبص تلاقيها نقطت كده زي الطبيعه بالظبط. الفكره بتاعتها ان هم حاطين سفنجه جوه تحت الورده فيها ميه، شفت يعني حاجه بسيطه، بس هي المخرج بيفكر وعاملين له بتيوب رفيع جدا يطلع على ظهر على وش الورده.
الحراره تزيد تروح عامله عمليه بخر، تروح البخر ده ناضح على الورده من بره بالريحه. الله. فشوفها طبيعيه 100%، يعني ما حدش يقول ان دي صناعي. في يعني احنا نفسنا نوصل لكده. للاسف ان الورد دوت كله مستورد كورد، لكن كشجر ده شغلنا احنا هنا في مصر. بعض الاصناف هنا مستورده زي الاساد ديت، ده بونزاي ياباني، ياباني اصلي يعني. ده دي شجره جايه من بره مستورده، لكن احنا عملنا عمليه تجفيف هنا اهوت، واخد بالك برضك عشان نفس القصه. تمام. عشان نتحط في الاندور في اماكن معينه ما توفرش فيها اضاءه، ما توفرش فيها رطوبه، ما توفرش فيها الحراره اللي هي المفروض، او البيئه اللي هي المفروض الشجره تعيش فيها. فاحنا بنعمل عمليه تجفيف عشان ايه تعيش بقى بدون اي مشاكل لفترات طويله جدا. حضرتك برضو قبل الهواء قلت لي ان في هنا شجره مضيئه. بالظبط. كلمنا بقى فشكونس عنها. بص حضرتك، يعني مثلا شجره زي الشجره ديت، ده نوع من انواع البونزاي المصري. شجره جدرها موجود تحت، دوت اكثر ارتفاع ليها. الشجره دي في الحقيقه في نفس الفتره ديت، يعني مثلا يعني انا سبت الشجره موجود عندي شجر، انا سبت له العنان بتاعه وسبته بطبيعته، بقى مثلا ارتفاعه دلوقتي بقى تقريبا 6 أو 7 متر. نفس عمر الشجره ديت بالظبط، واخد بال حضرتك؟ بس دي اتحطت اتعاملت معامله تخزين. تمام. واخد بال حضرتك؟ قص براعم، قص جذور محطوطه ببطء، البيئه بتاعتها محدوده، لكن غير الثانيه اللي ضربت في الارض والجذور بتاعتها مشيت وسرحت. يعني اتعاملت معامله. يبقى احنا هنا البونزاي هي طريقه معامله للشجره. طب عشان انا احط ديت في الاندور بشكل جمالي، فانا قلت ايه نضيف اضاءه، يبقى في نفس البوت مش محتاج ان انت تحط لها صحيح. سبوت. ففي البوت من تحت ابتدينا نحط سبوتات تضرب اضاءه معينه بشكل معين تديني شكل جمالي. هي نفسها تبقى تستخدم كاباجوره جميله. كل اللي انا بقول عليه ده ينطبق على فكره على كل الانواع اللي حضرتك شايفاها. في نوع زي النوع الوستوريا اللي هناك دوت اللي هو بيبقى نازل، دي رائعه رائعه بصراحه، كعناقيد كده ومهدد. ده دي كشجره شكلها جميل جدا وريحتها كمان في الطبيعه خلابه. يعني على فكره يا جماعه اللي بيحكي الطبيعه بيتاثر بيها. صحيح. يعني كل واحد بيتاثر بوظيفته. تلاقي المدرس عنده اسهاب كتير قوي في انه يتكلم معاك في اي حاجه، تيجي وياخد ويدي وما اعرفش. تلاقي بالظبط اللي بيشتغل في الزهور بقى والكلام دوت، وبيبقى تلاقيه حساس وعنده الحس مرهف وعنده اللي هو ان يميل قوي للطبيعه وان هو ازاي يتعامل معاها بشكل جيد يعني. هل الاشجار دي يعني تكلفتها بتبقى عاليه او تصميمها بيتكلف كتير جدا، وبالتالي اسعارها اكيد برضو ما بتبقاش رخيصه، يعني بتكون برضو بمبلغ وقدره. تمام. بص حضرتك بالنسبه للبونزايات كلها الشجره منها بتاخد مجهود وبتاخد وقت. طبعًا. يعني الشجره مثلا عمرها مثلا 80 سنه او 90 سنه. اما هاجي هشتريها بكام؟ صحيح. زي شجره مثلا عود فيكس بشتريه مثلا بقاله سنتين بشتريه ب 50 ولا 100 جنيه دلوقتي ولا 120 جنيه. هي نفس الفيكس، هي نفس الشجره فيكس بردك بس مقزمه، لكن عمرها 20 و30 و70 سنه و100 سنه. تمام. فطبعا السعر اكيد بيختلف. واخده بال حضرتك؟ الناس ما عندهاش الثقافه دي، يعني الناس مش عارفه يعني ايه بونزاي، الناس مش عارفه يعني ايه شجر مقزم. لكن اللي بيبقى عارف وبيبقى فاهم لا بيجي، لكن اللي في ناس بتصدم ازاي ليه وعشان وما اعرفش ايه السعر ده، لانه مش عارف القصه مش عارف التفاصيل. لكن اللي بيبقى عارف بالعكس ده لا. ممكن اسال حضرتك على متوسط الاسعار مثلا او الرينج المتوسط كام؟ بص يعني في حاجات عندنا برضك بتيجي مستورد بتبقى مثلا عامله في حدود ال 150، الحاجات الصغيره قوي. في طبعا بنوصل لحاجات زي كده بتبقى عامله 3000 و5000 وكده. ده في شجره بتوصل 200000 و300000 ما شاء الله. البونزاي يعني انا في شجره طبعا بس كل ده في فلاشه برضك. فلاشه يعني المره الجايه بس معانا اكيد. في ارتفاعات شجر يعني مثلا بتبقى عامله 2 متر و3 متر عمرها مثلا لا يقل عن 150 سنه. فطبعا بتبقى يا ابتداء يعني انا ب 200000 و150000 شجر ده غالي اصلا. تمام. وبالتالي وشكله جمالي مش مألوف يعني. يعني مثلا مش هتشوفها زي اي شجره في الشارع، لا هتلاقي الشجره دي لها رونق خاص، ليها شكل تاني كده مميز. يعني باشمهندس تكلفه الاشجار المجففه او المقزمه بترجع مش بس للوقت والمجهود، ولكن فكره ان الشجره في الاصل هي شجره اثريه يعني عتيقه. بالظبط كده. بالظبط. شجره طويله. يعني مش مراحل دخلت عليها. تمام. وبس وبعدين بقى جففنا. طيب هو الفرق بين المجفف والطبيعي ايه؟
طبعا الطبيعي عشان نكون متفقين لا يعلى عليه. اكيد حاجه طبيعيه. أكيد. فيها روح، فيها حياه، انت بتتعاملي معاها وهي بتتعامل معاكي، بتحس بيها وبتحس بيكي. ففي تناغم بينكم وبين بعض، وانت بتسقي وبتقص البراءم، تحس ان الشجره كده ايه يعني في بينها تفاهم بينك وبينها. طب الشجره بقى اللي جفت خلاص، طب احنا قلنا جففنا ليه في الاساس؟ يعني احنا مش عايزين نجفف عشان عايزين نجفف وخلاص، لا، احنا جففنا لعله معينه. نعم. العله ديت ان انا بطلع من حاجه عايزه تعيش في بيئه معينه، لكن مش قادره انها تعيش في البيئه دي. نعم. فعشان اعيشها في البيئه ديت عملت عمليه تجفيف. فعمليه التجفيف بقى بيخش عليها معالجه. على قيمه الشجره بقى كشجره. يعني دخل عليها معالجه ودخل عليها مراحل التجفيف نفسها، ان هي قعدت فتره كبيره جدا عشان اجففها، وبعدين عملت لها معالجه تانية. يعني في معالجه بتتم في الارض قبل التجفيف، ومعالجه بتتم بعد التجفيف، ومعالجه بتتم اثناء مراحل التجفيف. نعم. واخده بال حضرتك؟ بعد كده هو ببتدي اخد بقى الشكل العام بتاعي، اهذب الفروع، واخده بال حضرتك، وابتدي احط الزهره بتاعتي كل حاجه في مكانها. الحقيقه يا باشمهندس والله ان الموضوع محتاج، يعني مش بس فقره، ده محتاج حلقات وحلقات، لان الحوار مشوق جدا مع حضرتك، وافدتنا النهارده واستمتعنا بالاشجار الجميله دي. انا بشكر حضرتك جزيلا على وجودك معنا النهارده، وبشكرك على مجهودك الكبير جدا. شكرا لحضرتك جزيلا باشمهندس زكريا مرشدي طه، خبير تكفيف وتقزيم الاشجار. شكرا لحضرتك يا فندم. الله يحفظك. شكرا لك. سعيد بجد. الله يحفظك. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم على متابعتكم لينا، وغدا بإذن الله يتجدد لقاءكم حلقة جديدة وساعة صبحية. شكرا لكم، إلى اللقاء.